بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لو اتكلمنا في الأدفانسد الجبرا برضه هناخد السيمولتينيس إيكويشن. السيمولتينيس إيكويشن يجيب لي كده الإيكويشن دي فيرست ديجري ودي فيرست ديجري، فأنا هعمل إيه؟ كل ما عليا طبعا هو عايز ذا فاليو أوف إكس أند ذا فاليو أوف واي، سهلة جدا. كل ما عليا إن أنا هعمل إيه؟ هبص كده جنب الإكس، الإكس دي هنا قبلها الكوفيشنت بتاع 1، والاكس دي الكوفيشنت بتاع 3. احنا في عندنا كذا طريقه طبعا، الاليمينيشن والسبستيوشن وكده والكالكوليتر، بس يفضل ان انا ايه نعرف الاليمينيشن بتبقى سهله. اهو انا ببص الاقي ده هنا 1 وهنا 3، نقوم عكسين. عكسين يعني ايه؟ يعني ده 1 وده 3، خلاص نعمل هنا تايم 3 وهنا تايمز 1. بس طالما ده 1 وده 3، لا نعمل هنا تايم 3 وهنا تايمز 1 ناكس. ونعمل ايه كمان؟ ونغير الساين بتاعت واحده منهم، يعني ده او ده، نغير ده مثلا واحد بس، يعني مش هما الاثنين، نيجاتيف 3. طب النيجاتيف 3 دي هتتعمل تايمز الايكويشن كلها. طب نيجاتيف 3 تايمز 1 بنيجاتيف 3 اكس، نيجاتيف 3 تايمز 2 نيجاتيف 6 واي، نيجاتيف 3 تايمز 5 ايكوال نيجاتيف 15. بس تمام. طب ال 1 هتعمل تايمز الايكويشن دي كلها، طبعا مش هيأثر فيها، خليها 3 اكس ماينس 5 واي ايكوال نيجاتيف 7. نبتدي نعمل ادنج للتو ايكويشن. ادنج ازاي؟ كاني بعمل نيجاتيف 3 بلس 3 هتديني 0، يعني ده كده هيتكنسل. طب نيجاتيف 6 ماينس 5 او نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 5 من الاخر يعني تديني نيجاتيف 11. واي هنا نيجاتيف 15 بلس نيجاتيف 7 هتديني نيجاتيف 22. طيب كده انا خلصت من الاكس، عايز اجيب الواي. نودي النيجاتيف 11 دي بالديفايد، يبقى ديفايدد نيجاتيف 11. ايه اللي هيحصل؟ شالت من هنا، يبقى واي ايكوال ده ديفايدد ده يديني كده، جبنا الواي. طب انا عايز اجيب الاكس. اه عايز لك، عايز تجيب الاكس، خد الواي دي اعمل سبستيوشن في اي ايكويشن ولتكن الاولى. ازاي؟ يبقى اكس بلس 2 بدل الواي هكتب بدالها 2 ايكوال 5 في الايكويشن الاولى. طب لو انا عملت في الايكويشن الثانيه صح برضه، هتطلع نفس الانسر. طب كده بقت اكس بلس 2 تايمز 2 ايكوال 4 ايكوال 5. طيب نودي الفور هنا بالماينس، يبقى اكس ايكوال 1. يبقى انا كده الانسرز بتاعتي، هو لو قال لي مثلا اكس ايكوال وات وواي ايكوال وات، اقول له الاكس بكام؟ بيطلع ب1، الواي ب2. وساعات يقول لي طب السوليوشن سيت بتاعتك از اوردر، از ان اوردر بير كده. الاوردر بير لازم اكتب الاكس وبعدين الواي، مع ان الاكس طالعه تاني واحده بس لازم اكتبها الاول 1 اند 2. يبقى السوليوشن سيت بحط فيها الاكس وبعدين الواي، او لو عايز الاكس لوحدها ماشي، الواي لوحدها ماشي جدا. طيب ساعات بيجيب لي تو ايكويشنز، وان اوف ذا فيرست ديجري والثانيه اوف ذا سكند ديجري. طب في الحاله دي بقى ما ينفعش اعمل موضوع الاليمينيشن، هنعمل سبستيوشن. سبستيوشن ازاي؟ بسيطه قوي. هنيجي على الفيرست ايكويشن دي هنعمل فيها حاجه، هنحاول نجيب الاكس لوحدها او الواي لوحدها. يعني ايه؟ ممكن اودي الواي دي بالماينس هنا كده، يبقى اكس ايكوال 4 ماينس 1. بس طيب وناخد دي نعمل بيها سبستيتيوشن فين؟ في الايكويشن الثاني. يعني ايه؟ يعني نقوم كاتبين كده اهو، بدل الاكس باور 2 انا عندي الاكس هي ايكوال 4 ماينس واي، انا الايكويشن الثاني بتقول لي اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 10. انا بقى بدل الاكس دي هكتب بدالها ايه؟ 4 ماينس واي. طب واحد يقول طب انا لو كنت وديت الاكس كانت هيبقى نفس الانسر؟ اه بس كنت هتعوض مكان الواي. طيب نعمل اكسبانشن لدي ازاي؟ زي ما اتفقنا، بنعمل الاولاني بار 2 بس دي، بنعمل الثاني بار 2 يبقى بوزيتيف واي بار 2. في النص بنعمل ايه؟ بعمل فيرست تايمز سكند تايمز 2، يعني اعمل 4 تايمز واي او نيجاتيف واي بنيجاتيف 4 واي، لازم تايمز 2، يعني اعمل ده تايمز ده ولازم تايمز 2 هيديني نيجاتيف 8 واي. طيب ولكن ان ده الفكه دي بتاعت البراكت ده اهي اكسبانشن. طيب لسه في واي بار 2 اهي، اكتبها ايكوال 10. طب هنعمل بعد كده ايه؟ نجمع اللايك تيرمز. انا شايف واي بار 2 واي بار 2، طبعا دي قبلها 1 ودي قبلها 1، بيتجمعوا يدوني 2 واي بار 2، طبعا مش بيدوا واي بار 4 لان ده بلس مش تايمز. طيب يبقى 1 بلس 1 يدينا 2 واي بار 2. طب في واحد فيه واي اهو اللي هو النيجاتيف 8 واي، وال 16 ده ما فيهوش واي خالص في البوست، خليه هنا. وممكن كمان انقل له ال 10 دي هنا كمان ماينس 10 ايكوال 0.
ليه بقى؟ لان طالما الايكويشن هتبقى كوادراتيك ايكويشن وايكوال زيرو، انا ممكن اعملها فاكتورايز بعد كده. نجمع شويه برضو كمان، 2y بار 2 ماينس 8y هنا 16 ماينس 10 هيديني 6 ايكوال زيرو. يفضل قبل ما اعمل فاكتورايز والله لو الايكويشن كلها تنفع ديفايدد 2 نعملها ديفايدد 2 عشان نصغرها شويه. يعني ايه؟ ممكن اعملها ديفايدد 2 تصغر معايا شويه. لو عملت ده ديفايدد 2 هيبقى واي بار 2، عملت ده ديفايدد 2 هيبقى نيجاتيف 4 واي، عملت ده واي ديفايدد 2 هيديني نيجاتيف 3 ايكوال ايكوال 0. دي كانت بوست اوف 6 معلش، بوست بلس 3 ايكوال 0. كده انا اقدر اعمل فاكتورايز. طب هنعمل دي فاكتورايز ازاي؟ زي ما اتعودنا اهو، اوبن تو براكتس، خليها هنا اهو، خليها جنبها اهو، بنفتح تو براكتس اهو ايكوال 0، بنعمل ايه؟ واي بار 2 نعملها واي تايمز واي، ال3 طبعا عباره عن 3 تايمز 1، والبلس بتاعهم لان الساين بتاع الاخير بوزيتيف هيديني 4. الساينز از رفع طالما الاخير بوزيتيف الاثنين بياخدوا زي النص نيجاتيف، يبقى كده اي هاف تو انسرز فور واي. يا اما الواي احنا اتفقنا بقى بناخد دي مره نساوي ب0، ناخد دي مره نساوي ب0، فمن الاخر بتطلع الواي معكوسه، يعني الواي ايكوال 3 او الواي ايكوال 1، يبقى اي هاف تو انسرز فور واي. طب بالنسبه للاكس، الاكس برضه هاز تو انسرز. ازاي؟ هناخد الواي دي مره نعمل بها سبستيوشن هنا نجيب اكس، ونرجع ناخد الواي دي مره نعمل بها سبستيوشن هنا او هنا طبعا بس هنا اسهل نجيب الاكس. طب هو انا ممكن بدل ما اعمل سبستيوشن في دي اعمل في اللي انا فاصلها دي؟ اه دي اسهل لان دي الاكس مباشره، يبقى انا هعمل كده اهو، هقول اكس ايكوال 4 ماينس واي، بدل الواي اكتب 3 يبقى الاكس ايكوال 1، وهنا برضو اكس ايكوال 4 ماينس واي، الواي عندي ب1 يبقى الاكس ايكوال 3. حلو، يبقى انا كده طلعت تو سوليوشنز، لو الاكس ب1 هيبقى الواي ب3، لو الاكس ب3 هيبقى الواي ب1. هو ممكن يجيبها لي از سوليوشن سيت كده، لازم اكتب التو اوردر بيرز دول. الاوردر بير الاولاني بنكتب اكس وبعدين واي، يعني 1 و3، اند الاوردر بير الثاني اللي هو 3 و1. طب هو كان ممكن يقول لي على السؤال ده حاجه ثانيه، يقول لي دي ان دي ايكويشن اوف ستريت لاين وده كيرف، ايكويشن اوف كيرف، ويقول لي فايند ذا بوينت اوف انترسكشن. بوينت اوف انترسكشن برضه هي سوليوشن سيت. يبقى ده معناها لو احنا شفناها جيومتريكالي ان كان في كيرف كده، كيرف كده، وفي ستريت لاين كيرف اللي هو ده، وفي ستريت لاين عمل معاه انترسكشن اهو في التو بوينتس اللي طلعوا دول، واحده اسمها 1 اند 3 وواحده اسمها 3 اند 1. ده جيومتريكالي يعني، عشان لو كانت فيها المساله على شكل جيومتريكالي يبقى انا برضو ابقى فاهم ان ده اللي حصل في الحقيقه بس، وتبقى كده انا طلعت الايه. المهم في السوليوشن سيت لازم اكتب الاكس وبعدين الواي، يبقى دول بوينت اللي هو 1 و 3 او سوليوشن، ودول بوينت اللي هو 3 اند 1.